دونك بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان، أولا رمضان مبارك سعيد. إحنا كنجتمع اليوم بطبيعة الحال في العاشر من رمضان. أتمنى من الله صادقا أنه هاد العواشر تكون بالخير والبركات عليكم وعلى العائلات نتاعكم، وكل رمضان وأنتم بخير إن شاء الله. وقت نجتمع بطبيعة الحال في ظل أو بعد أهم شيء اللي أهم حدث عرفته الكرة المغربية هذه السنة، هو تأهل الفريق الوطني المغربي لكرة القدم لمونديال قطر للمرة الثانية على التوالي. وهذا الأمر بطبيعة الحال تيشرفكم جميعا وتيشرف الأسرة الكروية، وما زاده تشريفا هو التهاني نتاع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اللي تلقيناها مباشرة بعد المباراة، أو لا في البرقية اللي بعت بها سيدنا الله ينصره لعائلة كرة القدم اللي كيثني فيها على المجهودات اللي تبدلت وتوجت الحمد لله بتأهل الفريق الوطني المغربي إلى المونديال إن شاء الله. وفي هذا الإطار نتاع المونديال لابد أنني نستغل هذه الفرصة باش نوضح مجموعة من الأمور ونوضح الحقيقة كما هي. فالفريق الوطني بعد يعني أولا خلال هاد السنتين فكان عندنا الهدف هو أننا في أسرع وقت ممكن أننا نبنيو فريق وطني، لأن كيف كتعرفوا مباشرة بعد الكان تاع مصر فكان عندنا إلا بغينا نقولوا واحد لا ترانزيسيون جينيراسيونيل، يعني واحد لا جينيراسيون اللي كان خصها تمشي. بطبيعة الحال واحد العدد قليل اللاعبين اللي بقى في الفريق الوطني، وكان لابد أنه لقاو مجموعة أخرى من اللاعبين، والحمد لله فالكل شاف الحمد لله اللاعبين الجدد اللي التحقوا بالفريق الوطني المستوى نتاعهم لا التقني ولا الاندماج داخل أجواء الفريق الوطني مرات بطريقة وبصورة إيجابية، وهذا مكسب للكرة المغربية وللفريق الوطني. ثم بطبيعة الحال يعني في باستثناء الخروج نتاع الفريق الوطني من دور الربع أمام منتخب مصر، وكل شيء تأسف لهذا الخروج بطبيعة الحال لأن الطموح نتاعنا كان أكبر، وكنا يعني كانت عندنا القناعة التامة على أن الفريق الوطني قدر يمشي يعني أحسن من هذا المستوى باستثناء التعثر. فالنتائج تاع الفريق الوطني خلال هذه السنتين كانت إيجابية، وهي اللي مكنات الفريق الوطني أنه ينتقل للمرتبة الثانية إفريقيا والمرتبة 24 عالميا. فالإخوان اللي تابعوا القرعة نتاع نهائيات كأس العالم، التشريف الأول والإنجاز الأول هو أن المغرب كان الحمد لله في التروازيام شابو، يعني في العالم كانت 15 فرقة ولا 16، لأن إلا ضفنا قطر البلد المنظم اللي كانت في البرمي شابو 16 فرقة هي اللي كانت حسن منا في التصنيف، وكنا في التروازيام شابو. وهذا إنجاز في حد ذاته، لأن
لابد أننا نوضح بأن أرى غير القارة الأوروبية فيها 54 دولة، القارة الأوروبية فيها 54، وأمريكا أمريكا اللاتينية فيها 24. دونك باش نعرفوا راسنا على متى نتحدثوا، راه ملي تنتكلموا على هذا المستوى نتاع كأس العالم يعني كنتكلموا على احسن ما يوجد في كرة القدم على الساحة الدولية. كنتكلموا على 211 دولة منضوية تحت لواء الفيفا. دونك فانا في نهاية المطاف هذيك القرعة وتواجد المغرب في الشابو 3 مكسب كبير للكرة المغربية. وأنا أتذكر أنه من اللي دارت القرعة نتاع إقصائيات كأس العالم دروسيا، إقصائيات يعني من اللي مشينا لروسيا باش نديروا التيراج وصور، نارتحنا مع الغابون ومالي والكوت ديفوار، كنا المغرب في الشابو 3 أفريق، الشابو 3 أفريق، وكنا أنا ذاك في المرتبة 16 أفريقية على 54 دولة أفريقية، كنا في المرتبة 16. بطبيعة الحال طموح نتاعنا هو أننا نمشيو أحسن، نمشيو إلى ما هو أجود، ولكن خص دائما تكون عندنا شي شوية، يكون عندنا الحد الأدنى نتاع الذاكرة باش نعرفوا راسنا فين كنا وفين رحنا غادين وكيفاش تنمشي. وبطبيعة الحال هاد المسار نتاع هاد السنتين كان فيه اختيار نتاع واحد الطاقم تقني اللي على رأسه السي وحيد. وباش تكون الأمور واضحة، وأنا قلتها في العديد من المرات، لما تتعلق الأمر بالفريق الوطني ما كاينش الموضع ولا الموقع نتاع الأشخاص، سواء تعلق الأمر بوحيد أو لا بي أنا كرئيس الجامعة أو لا بالمساعدين نتاع وحيد أو لا بالطاقم التي رافق السي وحيد. كلما دعت الضرورة وكلما تبين بأن التغيير نتاع واحد الشخص غادي يدفع بالفريق الوطني للأمام، أنا بعد ما حدي في المسؤولية لن أتردد دقيقة واحدة من اللي تتكون القناعة أننا نقدم على التغيير. السي وحيد في هذه اللحظة اللي تنتكلم فيها هو المدرب تاع الفريق الوطني، وأنا السي وحيد باش نرفع كل لبس ونوضح الأمور ونقول الحقيقة كما هي، قبل ما يسافر في اليوم الثالث من شهر رمضان كان عندي لقاء معه لمدة أكثر من ساعتين حول الأفاق المستقبلية نتاع الفريق الوطني، حول الاختيارات اللي تمت في قطر من أجل توفير الظروف نتاع المعسكر اللي غادي يجريه الفريق الوطني في قطر في الدوحة، ومجموعة من الأمور الأخرى. هذا آخر لقاء كان. السي وحيد مشى في عطلة غادي يرجع في النهاية نتاع رمضان في آخر أسبوع من شهر رمضان. ومنذ ذلك الحين ما كان لا شنآن ولا اختلاف ولا شيء آخر، هذا السي وحيد. الآن أنا قناعتي الشخصية، وبطبيعة الحال قناعتي الشخصية لابد توجد لها أثر في الواقع، هو أن أبواب الفريق الوطني مفتوحة لكل اللاعبين المغاربة، مهما كان الاختلاف مع شي لاعب ولا مهما كانت الظروف المحيطة بواحد العلاقة متوترة في ظروف معينة، اللاعب تاع الفريق الوطني ميمكن ليش ولا يمكن لشي حد آخر يحرم شي لاعب مغربي أنه يلعب مع الفريق الوطني. لا السي حكيم زياش ولا السي مزراوي نصير ولا السي حمد الله ولا الآخرين ولا ملاح نتاع فيورنتينا ولا ديوب ولا كل اللاعبين المغاربة، الأبواب تاع الفريق الوطني مفتوحة لهم، وهذه المسألة غير قابلة للنقاش لا مع وحيد ولا مع غير وحيد.
بطبيعة الحال هذا النقاش ما كانش بالإمكان أننا نفتحوه وحنا تنخوضوا الإقصائيات، ولكن اليوم راه عندنا الوقت الكافي، وملي غادي يرجع السي وحيد غادي نوضعه في الصورة الكاملة ونعبروا له على الأمور بصراحة ووضوح، لأنني أعتقد وأؤمن بأن هاد اللاعبين مهما أخطأوا مهما كيف ما بغى يكون داك المالونتوندو، ما نساوش القاعدة والمنطلق هو أنهم اختاروا الفريق الوطني المغربي ولعبوا للفريق الوطني المغربي وجاو لباو الرهبان تاع الفريق الوطني في ظروف معينة. دونك لو كريتير الوحيد اللي غادي يقول واش هاد اللاعب يكون ولا ما يكونش هو المستوى نتاع اللاعب في اثناء الاختيار نتاع تشكيله ديال الفريق الوطني، هذه مساله اساسيه، ولكن هذا نقاش وغادي نناقشوه في ظروف واضحه ومفتوحه مع الطاقم التقني، وهذا الشيء كان دائما ماشي عاد اليوم. والعلاقه بطبيعه الحال انا كنقول كنأكد مره اخرى انها لم يشبها اي خلل منذ البدايه، وبالتالي فالامور هي في الطريق الصحيح. هادشي ما فيهش هاد الاختيارات ما فيهاش لا ريمور ولا البوز ولا قال يقالوا، فيها الوضوح والبلاغ الرسمي. الوضوح هو ما اقوله اليوم. سي وحيد في ثالث رمضان كان عندنا اجتماع مطول، من بعد مشى في عطلة يشوف العائلة نتاعو ويرجع في الأسبوع الأخير، وحنا هذا النقاش على عودة اللاعبين كان دائما مفتوح. وأنا كان أعتقد بأننا جميعا خصنا نشتغلوا باش الفريق الوطني يوصل في أحسن الأحوال في شهر نوفمبر إن شاء الله المقبل، لأن الهدف نتاعنا ونتاع المغاربة ونتاع سيدنا الله ينصره أولا وأخيرا هو أننا نمشيو إلى أبعد الحدود ونشرفوا كرة القدم المغربية والقارة الأفريقية. وكذا الموضوع بالنسبة لي ما فيش أي إبهام وأي لا يقبل النقاش وغير قابل لا لاريمار ولا البوز. واحد راه مدرب تاع الفريق الوطني، تربطوا عقد مع الفريق الوطني مع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، واضح العقد، تيقول اودي النهار اللي واحد الطرف ما يبغيش ما نتفقوش على شي حاجه تيمشي الطرف الاخر، ما فيه لا ثاني ولا نعطيك. وبالتالي حنا توفير نتاع جميع اللاعبين، انا كنقول وهذه قناعتي انا ما يمكنليش لان مزراوي ما لعبش دوزيام ماتش نقول له ما نقصه مدى الحياه، يمكن العقوبه، يمكن ما تناداش عليه في واحد المعسكر زوج الله يجعل البركه، زياش ماشي شد الكره ودخلها في الشبكه ديال المغرب، زياش راه لعب 40 ماتش ماركا 25 بيت، اجا للمغرب اختار المغرب والمغرب بلاده، وما كاينش شي حاجه تحرمه نهائيا من المشاركه. وكما قلت وما يقال عن هذين اللاعبين يقال على حمد الله ويقال على ملاح تاع فيورنتينا و و و و. إذن اللي مطلوب هو أننا نلقاو الآليات اللي طاقم التقني والفريق الوطني يكونوا في أحسن الظروف إن شاء الله في شهر نوفمبر، والعلاقة مع وحيد إلى حدود 10 من رمضان في هذا الوقت علاقة طبيعية لا يعلم مستقبلها سيوقع من هنا النوفمبر، هذا راه الغيب تعلم الله سبحانه وتعالى. وانا هاد المستقبل تنقول لك وديها شنو خص يكون فيه، خص الفريق الوطني يكون فيه معزز بجميع العناصر نتاعو وتكون لومبيونس داخل الفريق الوطني وطوب، ويكون الطاقم التقني في المستوى الكبير باش الفريق الوطني يمشي لأبعد الحدود. إذن كنغلق هذا القوس نهائيا، وكل اللي غادي يرجع السي وحيد وغادي نطوروا النقاشات راه غادي اولا نخبر المكتب المديري نجمعكم ونقول لكم وديها فين وصل الامور، وكل واحد يعطي رايه وغادي ناخذوا القرارات الضروريه. ماشي المهم
واش يبقى فلان ولا فرتلان ولا يجي اكس ولا اكس، ماشي هذا هو الاهم. المهم هو اننا نوفر الشروط الضروريه للفريق الوطني مع واحد كيف راه دابا بتصور اخر، اهلا وسهلا ومرحبا، بغير واحد ولا بغيري انا ولا بغيركم انتم، الفريق الوطني خصو يكون اوطوب في نوفمبر 2022. هذا هو الهدف اللي غادي نخدموا عليه جميعا. دونك هذه النقطه هذه من بعد ملي غادي نفتحوا النقاش الا كاين شي حاجه توضيح ولا شي امور نوضحها ونوضعوا ونسدوا القوس. وبالنسبه لي ما عدا هذه الحقائق اللي قلتها بوضوح، كل ما يقال اعتبره اشاعه لا اساس لها من الصحه، وسوسون دي رومور اللي ما عندهم لا اساس ولا راس، لان اخر واحد اجتمع رسميا مع واحد هو عبد ربي، واجتمعت معه لمده ساعتين، وقلت لكم في الثالث من رمضان المبارك مشى، غادي يرجع في الاسبوع الاخير بعد عطله، وبطبيعه الحال راه الاشتغال مستمر، ونفكروا جميعا احنا كاملين باش الفريق الوطني ان شاء الله يكون في الهدى. والتوابيت اللي تكلمت عليها ان الفريق الوطني مفتوح لكل اللاعبين، والدور نتاعنا والطاقم التقني هي اننا ندوبوا الخلافات والصعوبات، هذا هو الدور، لان هذيك الفريق الوطني هذيك الخمسين الناس راه عائله اخترناها باش تمثل 40 مليون، وهذاك الدور نتاعنا هو ندوبوا الخلافات ونحيدوها، وكل شيء يكون ان شاء الله جاهز ذهنيا بطبيعه الحال وفي المستوى الكبير باش الفريق الوطني يمشي لابعد الحدود.